اخيرا بقى يا باشمهندس، لانه احنا طولنا على حضرتك طبعا، لكن حقيقه سعداء باللقاء ده، وهو يعني في معلومات كتيره مهمه، واعتقد الناس هتهتم ان هي تعرف التفاصيل دي. الصندوق شغال على ايه دلوقتي بخلاف اللي احنا شفناه؟ يعني احنا دلوقتي خلاص بنشطب تل عقارب سابقا اللي هو روت السيده، هنشتغل فين ونشتغل فين؟ شغالين فين بره القاهره؟ يعني احنا عندنا يعني مشروع روضة السيدة جاهز للافتتاح، وده تكلف 330 مليون جنيه على 7.5 فدان، 816 وحدة. عندنا في الأسمرات كمان جاهز للافتتاح 7400 وحدة، مليار 750 مليون جنيه، وده طبعا في خدماته كلها، 5 حضانة، 5 مركز طبي، مسجد، كنيسة، 6 منافس بيع كبار، 175 محل، وده برضو على 65 فدان، وده جاهز للافتتاح. عندنا في البحر الأحمر في حلايب وشلاتين، يعني البحر الأحمر لوحدها في القصير، راس غارب، سفاجة، الغردقة نفسها، دول أربع مشروعات ب1200 وحدة جاهزين، وحلايب وشلاتين في المشروعين تحت 2000 وحدة برضو اللي هي بنظام الفيلل دي، دول بمليار و6 من عشرة. عندنا في بورسعيد مشروعات اللي اتفتحت خلاص وجاهزة الافتتاح، نعلنها خالية من العشوائيات تماما، دي بمليار وربع برضو. عندنا في الكسارة في البحيرة برضو مشروع هناك في حتة اسمها الكسارة جاهز للافتتاح برضو. اسكندرية كمان فيها مشروعات كتيرة، وكان اسكندرية عندنا غطى العنب بشال واحد واثنين خلصوا، ودول كان كلهم من تبرعات وبتنفيذ قيادة المنطقة الشمالية العسكرية. عندنا بقى المشروعين الأكبر بشار الخير، ثلاثة وخمسة دول لوحدهم 27,000 وحدة بحوالي 7 مليار جنيه، ودول برضو شغالين فيهم، يمكن ثلاثة وصلنا ل 80% من تنفيذ المشروع، وخمسة خلاص بدأنا فيه، وأربعة طبعا راحت فين؟ في البحيرة. أيوه بالظبط كده. يعني مش عايزه انسى حاجه، بس احنا تقريبا شغالين على الجمهوريه كلها، وزي ما حضرتك قلت اكيد دي دراسه، يعني اكيد انتوا درستوا كل حاجه، واكيد احنا شغالين كمان باولويات، يعني بنبدا في الاهم فالاقل اهميه. عندنا برضو جنوب سيناء مشروع رصاد جاهز للافتتاح برضو، 496 وحده، 223 مليون جنيه. وعندنا مشروع في الجوبيل في سيناء، عندنا في الوادي الجديد شغالين برضو، وشغالين اسواق ومناطق غير مخططه، شغالين في المنيا اسواق المناطق غير مخططه، مدينه العمال في المنيا. عندنا 26 محافظه، عشان شمال سيناء ما فيهاش. ايوه 26 محافظه تقريبا، ما فيش محافظه ما فيهاش، كلها شغالين فيها. جميل جدا. ده مستقبل جديد لمصر، ده وجه اخر بالنسبه لنا، ومستقبل جديد لاولادنا، وده وجه مختلف كنا نتمناه وكنا بنحلم بيه، وكنا فاكرين انه مش هيجي اليوم اللي هنشوف فيها مصر بتتغير وبتتطور وبالتوازي، مش بنبدا في مشروع وبعدين بنستنى لما يخلص ونبدا في التاني. احنا شغالين في كل المشاريع، كنا بنحلم انه مش بس العاصمه، او مش بس الاسكندريه، مش بس المدن الكبيره اللي يتم الاهتمام بيها، كنا بنحلم انه يقام مدن جديده، وبالفعل بتقام، يتم الاهتمام باهلنا في الصعيد، بالفعل بيتم الاهتمام بيهم. كنا بنحلم كتير قوي، ويعني بدانا نشوف احلامنا بتتحقق حقيقي، الحقيقه مش كلام. بشكرك جزيلا يا باشمهندس، والحقيقه اتشرفت بلقائي معاك، وسعداء ان احنا موجودين هنا، وحتى الناس كانت عمال كل شويه بيعدوا، واحنا يعني كمان حابين ان الناس تشوف الصوره دي، انه احنا مش معطلين سير الحياه، الناس شغاله عادي. لا ده هو حتى حاولت تقلل شويه حركه العمال، بس الناس شغاله عادي، الحمد لله. واحنا عاوزين الحياه تستمر، وعاوزين الناس تشتغل، وعاوزين المشروع ينتهي، ولانه شكله رائع ونباهي بيه العالم كله. يمكن حضرتك كمان كنت قلت لي انه احنا اعتقد في مسابقه احنا داخلينها بمشروع روضه السيدة، ان شاء الله ربنا يسهل، والاستشاري المشروع جمع اوراقه وقد تقدم المسابقه ان شاء الله، وانا بعتقد ان هنكسبها. دي مسابقة جميع جوانب، دي مسابقة عالمية، يعني تقدم يعني اللي بتقدم لشغل المعمار. فدي ان شاء الله ربنا يسهل، يمكن لو كسبناها فعلا اوعدك انك اول حد هيعرف. يا ريت، بس دي تبقى انا اتمنى نكسبها، مش علشان ده يعني مكسب مهم جدا، وواجهة لمصر مهمة جدا. يعني احنا مش بس بنعمل بنايات يعني لائقة لاهلنا، بنعملها بطراز معماري، بندخل بيه مسابقات، اعتقد دي جديدة بقى. يعني ده شيء يدعو للفخر. لسه بوعدكم هتشوفوا مثلث ماسبيرو حاجة تانية خالص، ارقى من اي حاجة شفتوها في العاصمة للكاملة الادارية، هتشوفوا حاجة تانية جامدة جدا.